أكدت وزارة الصحة أنها على أتم الاستعداد للتصدي لاحتمالية وفادة مرض الكوليرا لمملكة البحرين، وذلك مع بدء عودة حوالي 65 ألف مسافر من العراق، مشيرا إلى التنسيق مع المسؤولين في المنافذ الجوية والبرية لتبادل المعلومات ووضع آلية التعامل مع المسافرين القادمين من الجمهورية العراقية. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عادل الصياد، رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة. مساء الخير دكتور عادل، وبداية في ظل عودة هذا الكم الكبير من المسافرين من العراق، ما هي ترتيبات الوزارة في المنافذ، وهل هناك أي تعاون مع الدول المجاورة في هذا الشأن؟ مساء الخير، مساء الخير للأخوة والأخوات المشاهدين. واقعا قبل لا نبدا في المنافذ، انا حاب يعني نشير الى نقطه مهمه جدا، ان الهدف من كل هذه الاجراءات هي حمايه المسافرين والقادمين والزوار. نعم. وحمايه اهاليهم بالدرجه الرئيسيه. فاحنا الاجراءات المتخذه هي كلها هدفها وقايتهم، الوقايه من عدم حصول الحدوث او نقل المرض اليهم. على الاساس كل الاجراءات اللي تمت ما قبل سفرهم، واقعا كان في هناك كثير من الاجراءات اللي تمت قبل السفر، وعملنا بدرجة رئيسية على توعية المسافرين أصحاب الحملات، وكان طبعا نتم بالتنسيق، والتنسيق لازال مستمر مع الإخوان في الجمارك والمنافذ في المطار والجسر. نعم. بالنسبة للإجراءات عند العودة، أيضا الإجراءات سنعمل على التوعية بالدرجة الرئيسية ووقاية الناس القادمين. نعم. فإحنا من المطار، من مطار العراق واقع من مطار النجف، سيتم توزيع اقرار لكل المسافرين العائدين الى الوطن، وبيكون هذا الاقرار عباره عن امرين مهمين. هو هل ان العائد او الزائر عنده اي اعراض او لا؟ نعم. اذا كان عنده اعراض فيتم توجيهه الى الذهاب الى المركز الصحي. وهناك معلومات ايضا بالنسبه للزائر عن المرض نفسه، فحتى لو يعني شغله امرين بالنسبه للاقرار الصحي. سيتم استلام هذا الإقرار في مطار البحرين عند نزول المسافرين في المطار، ومناخذ الأسماء. إذا كان في أي شخص لا سمح الله عنده أعراض، ونتكلم على الإسهال بالدرجة الرئيسية، إذا كان في أي أحد سيتم توجيهه للذهاب إلى أقرب مركز صحي أو للمستشفى، أو إذا كانت حالته تستدعي في المطار أن يتم التعافي معه صحيا، سيتم أخذه طبعا لتلقي العلاج المناسب. نعم دكتور عادل، في حالة اكتشاف حالات مصابة لا سمح الله بالمرض، أو حتى الاشتباه بالإصابة بالمرض، ما هي جاهزية إدارات والمستشفيات الوزارة لاستقبال هذه الحالات؟ طبعا الجاهزية موجودة الحمد لله، وتم التأكيد عليها مرة أخرى. ونتكلم على جاهزية من ناحية التشخيص، والتشخيص بالنسبة للأطباء في المراكز الصحية وفي المستشفيات، وهناك أيضا المختبرات. المختبرات ايضا المختبر الرئيسي مستشفى السلمانيه تم التاكيد مره ثانيه الاسبوع الماضي على جاهزيته اكثر من ذلك. ايضا من ناحيه الجاهزيه، لو لا سمح الله، واحنا نتوقع ان الحاله تكون جدا بسيطه اللي موجوده، لو لا سمح الله احتاج الى علاج، ايضا العلاج المضادات الى البكتيريا موجوده ومتوفره بصوره كبيره الحمد لله. نعم دكتور عادل، بشكل مختصر، هل هناك اي نصائح توجهوها الى المسافرين الى جمهوريه العراق بشكل محدد؟ النصائح طبعا احنا نتكلم هو عن مرض ينتقل عن طريق الشراب والاكل. نعم. فالنصيحه الرئيسيه التناول والتاكد من نظافه الطعام، نظافه الشراب والمياه، وعدم تناول من الاماكن الغير معروفه نظافه. نعم الدكتور عادل الصياد، رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.